عبد الله، شلونك عبد الله؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا دكتور، شلونك؟ شلونك ابني؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. اخبارك دكتور؟ ان شاء الله بخير، رمضان كريم عليك اجمعين ان شاء الله، الله يحفظكم ويوفقكم ان شاء الله. تقروب بي عبد الله مو؟ اي نعم، جروب بي. اذا منو عندنا بعد معاك؟ عندنا نور خضر. نور خضر موجوده؟ نور خضر نعم دكتور موجودي. ايش شوك نور؟ مريحه دكتور، انت شلونك؟ الله يحفظكم بنتي، اهلا بيكي. فاطمه فاطمة مسلم. نعم دكتور. شلونك فاطمة؟ الحمد لله، شلونك دكتور؟ الله يحفظكم يا هلا. نوران عماد، أسجل أسماءكم عندنا همي أنا. ها نعم دكتور. شلونك نوران؟ الحمد لله بخير، نسأل عنك دكتور. يا مرحبا بكم يا هلا، الله يحفظك إن شاء الله، بارك بكم يا هلا. احنا بدينا مهند همينا. مهند شباب، بدينا احنا بجروب اي محاضره مالنا مع اليوم شوك. واضح السكرين طالعتكم؟ نعم دكتور. واضح. احنا طبعا مثل ما تكلمنا مع جروب قبل كم اي، وقلنا ان شاء الله المحاضرات القادمه راح تكون محاضرات مهمه يعني ايضا مبسطه، وان شاء الله خلال الايام همينا نحاول من كل محاضره نعطيكم الاسئله المهمة المتعلقة بكل محاضرة، بس انطوني مجال يعني يصير عندي مجال حتى ارتبكم الاسئلة وابعث لكم اياها ان شاء الله على التليجرام. الغاية من تقسيم الجروبات الى المرحلة الى جروبين طبعا هو حتى يعطون فسحة جيدة للطالب انه يناقش الاستاذ مالته، سواء محاضراتي ومحاضرات البقية ايضا، ما بس محاضراتنا يعني محاضرة الكل. فاللي ارجو منكم ان تنتبهون اثناء المحاضرة بينكم ورقة وقلم، إذا عندكم سؤال استفسار حتى أثناء المحاضرة ممكن تقاطعوني وتسألون السؤال إذا نقطة ما مفهومة ما واضحة حتى أوضح لكم إياها. ماشي شباب؟ المحاضرة ناخاف اليوم، محاضرة مالنا طبعا راح تكون عن الشوك. المحاضرة شوية طويلة ماما رمضان يعني، راح تكون نقسمها قسمين ان شاء الله. نعطيكم هاليوم نعطيكم نص المحاضره، واسبوع القادم نعطيكم النصف الاخر من المحاضره. احنا عندنا مجال معاكم، عندنا يعني وقت زايد، فراح نقطع المحاضره نسويها على وجبتين حتى ايضا سهوله فهمه، وايضا لا تتعبون انتم بتحضير المحاضره. Our lecture today is about the subject, an important subject, which is the shock, الصدمه, and the types and management of each type of this shock. كتعريف بداية لمصطلح الشوك، حقيقة عدة مصادر تنطي عدة تعاريف، لكن هي كلها تشترك بنقطة مهمة جدا اللي هي نقطة الـ poor tissue perfusion. يعني كل حالات الصدمة تشترك بنقطة مهمة اللي هي يصير عندنا poor tissue perfusion، يعني التشو بالجسم كل الجسم يقل عنا الأكسجين ويقل عنا النيوتريشنال سبلاي بهاي الحالة، بحالة الشوك. فجماعة الجراحة يعرفوها شكل، وجماعة الباطنية عرفوها شكل، ومصادر أخرى تعرفها بشكل آخر. فإحنا أنا اخترت لكم ثلاث تعاريف، لكن ثلاث تعاريف طبعا هي كلها تتشابه مع بعض وكلها تعطي نفس المعنى. المصدر الأول لتعريف الشوك هو مأخوذ من بيلي أند لوف. هذا بيلي أند لوف كتاب textbook of surgery، textbook of surgery درس إحنا الجراحين ندرسه. والتعريف الثاني مأخوذ من مصدر آخر اللي هو دافيدسون، اللي هو تكست بوك اوف انترنال ميديسن للباطنيه، وتعريف اخر من مصدر اخر. ابتداء ناخذ الشوك كتعريف من التكست بوك اوف سيرجري،
ونقول ان الشوك او ما يطلق عليها الكارديو فاسكولار كولابس. كارديو فاسكولار يعني تعرفون انتم الهارت والبازلز سيبيه كولابس، يعني يقل كفاءته، يقل عمله، وبالتالي يأثر لنا على توزيع الدم داخل الجسم وتوزيع الأكسجين وتوزيع النيوتريشنال سبلاي تو ذا تيشو. وبالتالي إذا ما عالجنا هاي الحالة راح ننتهي بما يطلق عليه الشوك، صدمة. فإذا الشوك is a life threatening situation، مهددة للحياة، due to poor tissue perfusion with impaired cellular metabolism. تعرفون احنا الانسان الصحي او الانسان السليم السيلر ميتابوليزم تمشي مثل الساعه على قدم وساق، لكن اذا قل البلس سبلاي وقل الاكسجين وقل النيوتريشن سبلاي للخليه راح يعمل لنا يعني الميتابوليزم مال الخليه يصير بيها امبيرمنت، ما يعني العمليات الايضيه ما تمشي بالشكل الصحيح. Manifested in turn by serious، نتيجة هذا الخلل بالcellular metabolism راح يعطينا فد serious pathophysiological abnormalities. إذن هذا التعريف الأول في الشوك، ونرجع نقوله ونجمعه بالكلام، نقول الشوك is a life threatening situation due to poor tissue perfusion with impaired cellular metabolism manifested in turn by serious pathophysiological abnormalities. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني يقول إن الشوك is a term، هي مصطلح used to describe a clinical syndrome. clinical syndrome مش تقصد به طبعا، syndrome هو مجموعة أعراض وعلامات سريرية، clinical syndrome that develops، تظهر لنا when there is a critical impairment of tissue perfusion. شوف نفس النقطة أيضا، poor tissue perfusion، impairment tissue perfusion، هنا طبعا due to some form of acute circulatory failure، أي عجز يصير عندنا بجهاز الدوران بشكل حاد ممكن ينتج لنا عنه impairment of tissue perfusion. The other definition of shock، نقول it is a state in which failure of circulatory system to maintain adequate cellular perfusion results in widespread reduction in delivering of oxygen and other nutrients of tissue. إذن هذا بشكل عام هو تعريف للشوك. أنت بالنسبة لك إذا أسألك شنو الشوك؟ مجرد تقول لي there is poor tissue perfusion with impairment of cellular metabolism, that's enough. هذا يغطي لنا كل تعريف مصطلح الشوك. So the poor tissue perfusion will be manifested clinically، شلون يظهر علينا من ناحية سريرية، by the following symptoms and signs. إذا أسألك what are the symptoms and signs of shock in general، طبعا كل أنواع الشوك تقريبا، الأعراض والعلامات راح تكون بالشكل التالي. أولا يعني لو شفنا مريض صار عنده شوك إيش راح يبين عليه clinically من ناحية سريرية؟ مريض مدد قدامنا على السرير، ايش راح اشوف عنده؟ نجي على السكين مالته، السكين يكون كول، انه مد ايدنا على ايد المريض على جبين المريض راح نشوف انه السكين يكون كول بارد، كلامي سكين بنوع من الرطوبه. شوف سكند ثينج سويتنج، المريض لو نلاحظ على الجبين مالته خاصه هنا منطقه الجبين الوجه ومنطقه الجبين شوف عنده مثل بيتس اوف سويت، حبيبات من التعرق، يبدي يتعرق المريض، يصاب بتعرق. نقطة أخرى يصير عنده weakness، يعني شوف المريض خامل ما عنده ذيك الحركة القوية، ما بيضعف لأنه ماكو blood supply، tissue perfusion قليل كلش، فشوف عنده يصير عنده weakness. بعدين ممكن نشوف المريض يكون restlessness، يعني ما مرتاح، anxiety قلق، agitated حالة تهيج هيجان، يعني ما مرتاح. وكذلك أيضا يصير عنده intense thirst، عطش شديد، اعطيني ماي. بس شوفوا التبيض مثلا عنده شوك اول ما يطلب الماي، اريد لي ماي، اريد لي ماي، عطشان ميت عطش. لاحظ على وجهه بالور، شحوب الوجه، وجهه يصير شاحب. تجي تشيك اطراف اصابعه بريفيرال سيانوزز، ازرقاق عنده باطراف الاصابع مالته، اصابع الكفين والقدمين بريفيرال سيانوزز، ما دي يصل الدم بشكل كامل
المناطق البعيدة من الجسم، أبعد مناطق من الجسم هي أطراف يعني الأصابع والكفين يعني والقدمين، ما يصل الدم كافي. فنشوف عنده بريفرنس سيانوزز، ازرقاق، سيانوزز ازرقاق يعني ازرق. نجي على التنفس مالته، سيانتها كيبنيا، يتنفس بشكل سريع، رابط شالو بريثينج. ليش يتنفس؟ يتنفس بشكل سريع حتى يطلب أكسجين أكثر، لأن هو أصلاً التشو ماله نقص عنده الأكسجين نتيجة الفيلر أوف سيركوليشن. فشوفه يتنفس بك، حاول يأخذ أكسجين أكثر، فيزيد عنده سرعة التنفس مالته. يجي على البلس، البلس ماله يكون رابد أيضا كذلك، يبدي زاد النبض مالته في سبيل أنه يصل دم أكثر للأنسجة اللي ما وصل الدم أو ما وصل أكسجين، فالنبض ماله يبدي يزداد. كذلك أيضا تلتريك الضغط مالته، شوف الضغط ماله بدأ ينزل عنده low blood pressure. وإذا تشيك اليورين أوتبوت، إذا عنده مثلا كاثيتر عنده صوند مال إدرار، شوف إنه اليورين أوتبوت كلش قليل. نورمالي طبعا بشكل طبيعي هو 50 مل لكل أور، لكن هنا يمكن يصير 5 مل أو 1 مل أو 2 مل per hour، قليل. ليش؟ لأنه ماكو circulation blood ويصل للكلية، والكلية أيضا كذلك أيضا ما يصير عنده إدرار كثير، يقل فديكريز يورين أوتبوت. وإذا استمر الحال على مثل ما هو عليه وما عالجنا الموقف وما عالجنا حالة الشوك، later on الـ patient راح يدخل مرحلة الconfusion والunconsciousness، ويمكن يفقد الوعي مالته، ما يصل بعد يعني الدم للدماغ أيضا يبدأ يقل والأكسجين يقل، فيدخل مرحلة الغيبوبة والunconsciousness، فقدان الوعي. هذه علامات واللي هي موجودة تقريبا معظم أنواع الشوك in general، كل الشوك تعطي هاي العلامات والأعراض. Now we will discuss the types of shock، أنواع الصدمة. صدمة بها أنواع حسب أسبابها، حسب مسبباتها. الشوك بها عدة أسباب. اعتمادا على أسباب الشوك راح نقسم الشوك إلى أربع أنواع. There are four types of shock. النوع الأول يسمونه hypovolemic shock، من اسمه. ليش صار عنده شوك؟ لأنه هايبوفوليميا، لأنه حجم الدم اللي هو طبعاً 5 لتر تقريباً بالسيركوليشن راح يبدي يقل، ممكن يصير 2-3 أو يصير 2.5 وينتج عنه الشوك. فهذا الشوك إذا نقص نتيجة نقص الفوليوم أوف بلد فيطلق عليه هايبوفوليميك شوك. الطيب الآخر من الشوك اللي هو الكارديوجينيك شوك، من اسمه أيضاً. كارديوجينيك شوك يعني السبب هنا بالهارت نفسه، cardiogenic يعني السبب بالهارت، disease of the heart، problem with the heart. إذا ما تعالجت هاي البروبلم مال الهارت ممكن ينتهي مريض بشوك. النوع الثالث من الشوك اللي يسمونه distributive shock. distributive shock هنا عندنا خلل بتوزيع intravascular blood. شلون؟ in this type of shock there is abnormal distribution، توزيع غير عادل غير طبيعي of the blood flow في سريان الدم in the smallest blood vessels which results in inadequate supply of blood to the body's tissue and organs. يعني والدم حجم الدم، حجم الدم داخل الجسم ثابت موجود ما نقص، مو هايبوفوليميا لا، لكن اكو خلل عندنا. انا هذكر ايش اسباب الخلل. خلل في توزيع الدم، يعني مكانات يصل الدم مكانات ما يصل الدم. فهنا بالحالة هذه أيضا إذا ما عالجنا الموقف ممكن تنتهي الحالة بشوك. بأي حالة تصير هذه؟ أو شنو ميزة هذا الديستريبيوتيف شوك؟ الديستريبيوتيف شوك differ from other types of shock، تختلف من بقية أنواع الشوك in that it occurs even though the output of the heart is at or above normal level. يعني شوف هنا البلد اللي يطلع من الهارت هو نورمال، يعني الاوتبوت كارديك اوتبوت ما يضخ من الدم من القلب هو حجم طبيعي، لكن هذا الدم اللي عيطلع من البلد ما عيتوزع بشكل طبيعي على الجسم. وراح نذكر ايش مع كل النواع، نذكر ليش وايشون وليش. فاذا ميزه الديستريبيوتيف شوك انه تختلف from the other types of shock in that it occurs even though the output of the heart is at or above normal level. هالنوع من distributive shock يضمن لنا three types of shock.
اللي هي لازم تعرفوها تحفظوها مليح: neurogenic shock, anaphylactic shock and septic shock. طبعا بالنسبة لكم انتم هنا يا جماعة عندكم ثلاث انواع من الشوك اللي لازم تعرفون كل شيء عنها: الهايبوفوليميك شوك راح نشرحها طبعا بالتفصيل، والانافلكتيك شوك اللي ممكن تواجهوه انتم في حياتكم العملية، وكذلك ايضا ممكن تواجهون السيبتيك شوك. سيبتيك شوك من السيبسيس طبعا نشرحها بعدين. النوع الرابع من الشوك يسمونه اوبستركتيف شوك. اوبستركتيف شوك، اوبستركتيف يعني انسداد. This type of shock occurs due to intrinsic يعني داخلي or extrinsic خارجي obstruction، إما انسداد داخلي أو انسداد خارجي of the circulation. تعرفون أنتم circulation عندنا الدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبرى، والدم يدور بيها خلال 24 ساعة يعني من الهارت على اللونج، ومن اللونج بعدين يرجع للهارت، بعدين من الهارت يطلع للبلد إلى الدورة الدموية الكبرى يتوزع إلى الجسم. هذا سريان الدم بالدورتين الصغرى والكبرى ممكن يصير بينه انسدادات، ممكن يصير بينه obstruction either intrinsic or extrinsic and it occurs in the following situations. بيا حالة يصير عندنا هاي الانسدادات الانترنسيك والاكسترنسيك obstruction للسيركوليشن، بيا حالة يصير عندنا بثلاث حالات. الحالة الأولى هو إذا صار عندنا massive pulmonary embolism. ايش نقصد بماسف بالمونري امبوليزم؟ ماسف يعني كبير، بالمونري رئوي، امبوليزم هو الجلطه الرئويه الكبيره. الجلطه الرئويه انه دم متخثر يدخل داخل الشرايين الرئويه ويعمل له بلوكج تنسد، وطبعا هنا بالحاله راح ما يدخل الدم، ما راح يتاكسج الدم عن طريق الرئه، ويعتبر هذا انترنسيك اوبستركشن اوف ذا سيركيليشن. إذا ما عالجنا موقف وقت المناسب ممكن ننتهي بنوع من الشوك اللي يسمونه obstructive shock. النوع الآخر أو سبب الآخر للobstructive shock هو tension pneumothorax أو ما يطلق عليه، أو يعني شو يصير عندنا بالtension، شو يصير عندنا بالtension pneumothorax؟ يصير عندنا obstruction للفينوس رتين. شو نقصد بالtension pneumothorax؟ pneumothorax تعرفون أنت تجوه في الصدري برئتين، رئة اليمنى والرئة اليسرى، right lung وleft lung. اللنج بيها air. إذا صعدنا puncture ثقب بالرئة لأسباب عديدة ما نخبط تفاصيلها، وصعدنا leakage تسريب للair from the lung داخل التجويف الصدري، هنا بالحالة هذه راح يزيد الضغط داخل التجويف الصدري بالجهة اليمنى أو بالجهة اليسرى أو بعض الأحيان بالجهتين. فإذا صار الضغط داخل التجويف الصدري كلش عالي، تنشن نيوموثوراكس يسمونه، بالحالة هذه الفينوس رتين اللي يجي البلد اللي يرجع للقلب من البطن، من أسفل من البطن ومن أطراف السفلة اللي من from the abdomen and the lower limbs البلد رتين to the heart راح يبدي يقل كثير نتيجة الضغط الموجود داخل الصدر، فما يرجع بشكل طبيعي للهارت، ما يرجع بشكل طبيعي للقلب. فبالحالة هذه الـ output مال heart يعني الدم اللي يطلع من القلب راح يكون كلش قليل، وإذا صار كلش قليل وما عالجنا الموقف وما خلصنا المريض من التنشن نيموثوراكس بطريقة طبعا نذكرها بعدين، ذا الحالة راح البلد سبلاي للجسم راح يقل، وننتهي بمصطلح تعريف مصطلح الشوك اللي هو poor tissue perfusion. ما راح يحصل الأكسجين، ما يحصل النيوترينت ماتيريالز to the tissues of the body، وننصل إلى مرحلة الشوك. السبب الآخر للobstructive shock هو acute pericardial tamponade. شو acute pericardial tamponade؟ الهارت تعرفون أنتم القلب محاط بغشاء، هذا الغشاء يسموه pericardium. ما بين الهارت وبين البيريكارديوم غشاء اكو فد سائل جدا جدا قليل يساعد على حركه القلب داخل هذا الغشاء. طبعا البيريكارديوم يسمونه شغاف، شغاف القلب. في حالات مرضيه معينه بين القلب وبين شغاف القلب بين البيريكارديوم يتكون عندنا اما بلاد نتيجه يعني فد نزف من القلب الى داخل هذه البيريكارديوم حالات مرضيه معينه، او بحالات مرضيه معينه يصير عندنا سوائل كثير داخل البيريكارديوم يسمونه بيريكارديال افيوجن
فهذا راح يصير الضغط كلش على الهارت عالي، وبالتالي راح يأثر على عمل القلب وتقلص القلب، وكمية الدم اللي تندفع من القلب راح تكون كلش قليلة. فإذا صار عندنا الدم كلش قليل، اندفع كلش قليل من القلب، فراح يصير عندنا poor tissue perfusion، وبالتالي نعمل نوع من الشوك يطلق عليها obstructive shock. إذن هاي الثلاث أسباب اللي تكون تعمل لنا obstructive shock. هذا بشكل مبسط لأنواع الأربع أنواع من الشوك. لهنا يا جماعة الأمور واضحة، شرح واضح. أحد عنده سؤال؟ يلا شباب، أحد عنده سؤال؟ لا لا دكتور، واضح المحاضرة. جدا واضح، جدا واضح، كويس. إذن راح نبدأ نشرح الشوك اللي ذكرناها واحدة واحدة وبشكل مختصر. طبعا أنا محاضرتي كلش مختصرة، يعني هي بيها توسيع أكثر، بيشرح أكثر، لكن اخترنا الاختصار ما يفيدكم. نبدأ بالهايبوفوليميك شوك، وذكرنا مثل ما ذكرنا من اسمه، من نقول hypovolemic يعني there is reduction in the intravascular blood or compartment. So this emergency condition occurs due to severe blood or fluid loss. إما blood, severe loss of blood or severe loss of fluid, which makes the heart unable to pump enough blood to the body due to decreased preload. الدم اللي يجي للقلب يسمونه preload، والدم اللي يطلع من القلب يسمونه cardiac output أو postload. فبالحالة هذه حالة hypovolemic shock، لأنه عندنا نقص كثير بالblood severe blood loss أو نقص كبير بالفلويد، راح preload يعني البلد اللي يجي للهارت يكون قليل. فإذا البلد جاء للهارت قليل، إذا ما يطلع من الهارت يظن يكون قليل. فإذا كان الأوتبوت ماله قليل راح ننتهي، وما عالجنا الموقف راح ننتهي بحالة الشوك اللي هي، وطبعا هي نرجع التعريف، هو poor tissue perfusion، يعني التشو مال الجسم كله بشكل عام راح يصير دم قليل، وبالتالي أكسجين قليل، وبالتالي نيوترينت ماتيريالز قليلة، وهذا ما يطلق عليه طبعا الهايبوفوليميك شوك. طيب what are the causes، ما هي الأسباب اللي تعمل لنا هايبوفوليميك شوك؟ من اسمها هايبوفوليميك شوك واضح الأسباب. إما يكون هيموريج، وهذا الهيموريج نزف، إما وطبعا إذا كان السبب هو الهيموريج يطلق عليه هيموريجيك شوك لأنه نقص بالدم. إما يكون نتيجة due to loss of large amount of blood، إما internal يعني داخل الجسم، على سبيل المثال عندنا rupture ectopic pregnancy يعني حمل خارج الرحم ويصيب rupture، طبعا راح ينزف كلش قوي داخل الابدومينال كافيتي، وبالتالي راح يقل البريلود ونصل الى مرحله الهايبوفوليميك شوك. او اكو بعض الحالات المرضيه تصيب شريان الابهر، شريان الابهر الاورثه. اكو بعض الامراض مثلا حاله مرضيه يسموها الاورتيك انيوريزم، اورتيك انيوريزم حاله مرضيه تصيب يعني يصير انتفاخ بالاورته، الاورته تعرفون يعني تقريبا هو 2 سنتيمتر الدايمتر ماله. بعض الحالات المرضيه ممكن يتوسع يصير اكبر، يصير 5 الى 10 سنتيمتر، بالحاله ممكن يصير بعد ما يتوسع ممكن يصير رابتشر على غفله، ينفتح الاورته، وتعرفون انتم الاورته يعني هو الشريان الرئيسي مال جسم. فاذا على غفله صار عنده مثلا رابتشر بالانيوريزم، هذه انتفاخ انيوريزم يعني انتفاخ، ممكن ايضا خلال دقائق قليله جدا المريض يفقد ثلث ارباع الدم مالته داخل الابدومن، وبالتالي ينتهي بحاله الهايبوفوليميك شوك. اذا هذا انترنال، او ممكن يكون اكسترنال هيموريج. اكسترنال هيموريج كلكم تعرفون يعني واحد تعرض مثلا اذا طلق ناري، او اذا تعرض الى جروح كبيره مثلا قاطعه، طعن بسكين، اي او لورتاديك اكسيدنت، حوادث سياره، وصار عنده تمزق كبير بالانسجه وبايديه ورجليه وظهره، بالحاله يصير نزف خارجي. ايضا اذا كان ما عالجنا
بشكل مبكر ممكن المريض ينتهي بشوك اللي هي يسموها هيبوليميك شوك نتيجة loss of large amount of blood. هذا إذا كان هيموريج. السبب الثاني إذا كان عنده أكيد acute severe dehydration يعني جفاف شديد وبشكل حاد مو كرونيك لا حاد. إحنا سب صيام تعلي dehydration بس شنو بطيء وما كل الشديد. لكن أكو حالات مرضية يصير بها الجفاف سريع وشديد بها حالة مثل مثال على ذلك هو continuous severe vomiting حالة تقيؤ المستمر والشديد أو بحالة severe prolonged diarrhea حالة الإسهال الشديد وطويل يعني يأخذ يوم يومين severe diarrhea كل ينشف المريض ينشف. فمثل حالة الكوليرا كنتم تعرفون أن الكوليرا تتميز بالvomiting وبالsevere diarrhea. فبالحالة المريض يفقد سوائل شديدة كثيرة وبالتالي ينتهي بsevere dehydration وبالتالي إذا ما عالجنا الموقف بالحالة هذه راح ينتهي المريض بحالة الشوك اللي يطلق عليها hypovolemic shock. إذا صعدنا hemorrhagic shock عندنا acute severe dehydration وأيضا عندنا حالة أخرى أيضا ممكن يصير بها hypovolemic shock وبحالة severe burn الحروق الواسعة الشديدة. هنا المريض تعرفون بالحروق راح يقع جلد ماتكس عنده فقاعات ما فقاعات وإلى آخره. فأيضا ممكن يفقد سوائل بشكل كبير وحتى أيضا يفقد بلازما بروتين. فإذا هاي ثلاث أسباب رئيسية للهايبوفوليك شوك اللي هي مثل ما قلنا الهيموريج والسيفير ديهايدريشن والسيفير بيرن. طيب السلام عليكم. نعم دكتور بس سؤال في حالة إذا صار رابتر بالأورطة اللي هو كون الشريان الرئيسي اللي وصل الدم على الأنسجة أو الأعضاء دكتور العضو يعني إيش قد يحتاج حتى يصير بينه فيلر يعني من عدم يعني ما يصل له الدم يعني إيش قد يحتاج إنه يصير له فيلر؟ الحقيقة هذا الرابتر أورتيك أنيوريزم هو موضوع طبعا هذا جراحي يعني بحث احنا ما تقدر تخد تفاصيله جزء تمسه أبوها لكن أنا بدي أوضح الكمية بشكل بسيط. حقيقة هذا هو ما يصير رابتر يعني ينفتح داخل البطن حالات نادرة جدا لكن ينفتح داخل يعني طبقات الشريان الأبهر يعني كمية الدم هنا تختلف حسب الحالة وحسب حجم التوسع اللي صاب بالأورطة. بس بعض الأحيان إذا كان يعني تمزق كبير يعني خلال دقائق أنا شايف مريض يعني خلال خمس دقائق وصعد ربشر أورتيك أنيوريزم يعني انفجر الأورطة مالته خلال دقائق وبعدين توفى. أنا واحد من أصدقائي طبيب جراح يعني كان عنده هاي المشكلة من الأورتيك أنيوريزم وكان يدفع السيارة مالته صابية عطل وأثناء دفع للسيارة مالته رأساً كولابست وقع بالأرض شالوه على المستشفى عملوا له ما يعرفوا شو السبب صار سيفير يعني هايبوفوليميا صار عنده هايبوفوليك شوك يعني ما عنده لا بولس لا نبض لا كذا بالفحوصات بين عنده انه صار عنده هذا التمزق فهي خلال دقائق لانه تعرفون الشريان الابهر هو الشريان الرئيسي يطلع من القلب والدفع مال القلب كل ما ينبض القلب كل ما يدفع البلد وكل ما يتسرب القلب خارج الأورطة وبالتالي يعني مثلا دقائق يعني خلال دقائق ممكن يفقد المريض 2 لتر 3 لتر خلال دقائق فبالتالي هي very serious condition حقيقة. نعم دكتورنا شكرا جزيلا عافية. إذن أول ما يبدي الهايبوفوليميا يعني مريض صار عنده مثلا دياريا أو صار عنده repeated vomiting أو صار عنده هيموريج بسيط بدايته الجسم راح يحاول يعالج يحاول يعوض أوتوماتيكيا يعني فهذا يسمونه body response أو compensation حاول يعوض عن هذا الخلل اللي صار. شلون يعوض عن هذا الخلل اللي صار قبل ما احنا نبدأ علاج بدايته يعني الجسم هو نفسه response يعني الله سبحانه وتعالى خلق البشر بطريقة يعني لا توصف. فالجسم أول ما يبدي هايبوفوليميا يبدي حاول يعالج الموقف. شلون يعالج الموقف؟ يعالج الموقف بطرق التالية. أولا ساعدنا sympathetic activity increase sympathetic activity تعرفون sympathetic activity وال يعني sympathetic system parasympathetic system هذا يا جماعة autonomic nervous system اللي إحنا ما ندخل بيها هي automatic تشتغل من حالة رب العالمين خلقها هالشكل. فالsympathetic system تبدي يصير بي activation من يصير بي activation راح تحفز لنا الهارت إنه يشتغل بشكل أسرع
فشو تبين على المريض؟ رأس اللي يبين على المريض يصير عنده تكيكارديا. فأول ريسبونس ككومبنسيشن المريض يصير عنده تكيكارديا، يزداد النبض مالته حتى يوصل الدم أكثر بشكل أسرع لبقية الجسم. يعني الجسم يحتاج أكسجين، يحتاج نيوترين، فهنا فقد الدم، فحشون شوان يعوض الجسم. طبعاً يعوض لفترة محدودة همينة، مو على طول، لكن أول ما بدايته يحاول يعوض، فيبدي أول شيء يبدي يزيد النبض مالته حتى يوصل الدم أكثر بعد لبقية أجزاء الجسم. الشيء الثاني بالتعويض بالكمبنسيشن هو يصير مريض يصير عنده هايبرفنتيليشن، يبدي يتنفس بشكل سريع. ليش يتنفس بشكل سريع؟ يبدأ أكسجين أكثر، يبدأ أكسجين أكثر ويطرح ثاني أكسيد الكربون بشكل أسرع، لأنه بدأ يقل الدم مالته، ما بدأ يكفي الأكسجين للجسم، فيحاول عن طريق التنفس يسحب أكسجين أكثر. فإذا السكند body response هو الـ hyperventilation increase respiratory rate. الـ other response هو الـ patient أيضا يصير عنده venous constriction، يعني الأوردة يصير بها constriction، تضيق. أي أوردة؟ الأوردة اللي موجودة بالعضلات، اللي موجودة بالجلد، اللي موجودة بالجهاز الهضمي، كل هاي الأوردة يصير بها venous constriction. ليش؟ حتى تحصر الدم وتقلل، يعني زيد الدم باتجاه الأعضاء المهمة، اللي نجي على النقطة الرابعة the body will prioritize، يعني يعطي أولوية for the brain and heart. هذول البرين والهارت، احنا عندنا أهم عضوين vital organs، أعضاء حيوية، أهم عضوين بالجسم هو البرين والهارت. البرين ما يقدر يبقى بدون أكسجين أقل من 4 دقائق، يعني إذا 4 دقائق انقطع عن الأكسجين البرين، رأساً المريض ممكن يعني مورتاليتي يعني 100% تصير، يعني واحد سيغرق داخل الماء، إذا غرق 4 دقائق ما يوصل أكسجين البرين يموت. فبالحالة الجسم يحاول إيش يعمل؟ يعمل venous constriction حتى يدفع الدم. المهم ما مهم الأمعاء ولا مهم العضلات ولا مهم الجلد، المهم عندنا البرين والهارت. فيصير عندنا venous constriction حتى البلد يجي على هاي الأعضاء الحيوية. إذا أسألك What are the body responses or compensation؟ هاي تخليها ببالك، تقول أولاً increase sympathetic activity، وتبين على المريض على شكل تكيكارديا اللي هي increase pulse rate، ويصير عندنا hyperventilation يعني increase بالrespiratory rate، ويصير عندنا venous constriction حتى البلد يروح وين؟ على البرين and the heart. طيب شلون نعالج الhypovolemic shock؟ Very simple. Lower the head and elevate the feet to increase the venous return، حتى يزداد venous return للهارت وبعدين يوزع للجسم. Stop bleeding by first aid or surgery إذا كان عندنا hemorrhagic shock، طبعا نوقف البليدنج إذا كان عندنا external bleeding، وإذا كان عندنا internal bleeding لازم ناخذ المريض على surgery، نفتح بطنه مثلا ونعالج الموقف. وكذلك أيضا replace the lost amount of blood by blood transfusion. إحنا طبعا إذا كان hemorrhagic shock لازم ننطي blood، لكن مرات إحنا قبل ما يجي البلد تعرفين البلد عم نحضر البلد، تعمل كروس ماتش مطابقة وإلى آخره، فما نخلي المريض ما لا ننطي فلويد، فنبدي معانا فلويد انترافينوس فلويد، إما ننطي كولويدز اللي هي ديكسران تذكرون شرحناها على الفلويد أو البلازما، أو ممكن ننطي كريستالويد اللي هي النورمال سالين والرينجر لحين ما يتحضر الدم. إذا جانا مريض مثلا عنده فقدان دم ننطي هاي السوائل، من يتحضر الدم نجيب ننطي الدم، إيش قد فقد دم ننطي دم باين باينتين تو باينت ما معلوم، هذه إذا كان هيموروجيك. وإذا كان نتيجة فقدان مثلا سوائل اللي مثلا حالة التقيؤ المستمر وحالة الإسهال وفقدان سوائل مو دم سوائل، راح نعوضه أيضا بالفلويدز اللي هي نورمال سالين أو رينجر لاكتيت السوائل. وكذلك المريض أيضا يشتكي من بين البين، طبعا لازم نعالج البين، أيضا ننطي فاسيلتيف مهدئات مثل المورفين، ننطي مورفين. إذا كلش سمبل، يعني نخلي المريض بلور هيد بوزيشن ونعمل نرفع رجليه لفوق، ونبدأ ننطي إذا كان عنده بليدنج نوقف البليدنج، وإذا يحتاج مثلا انترنال هيموريج نعمل السيرجري نحول على السيرجري، ونبدأ ننطي البلاد وننطي الفلويد اند سو اون. وطبعا كل نفس الوقت احنا نعمل مونيتورينج، نشيك اليورين اوتبوت، نشيك الباس، نعمل له تشارت تابع الحالة مالته بشكل دقيق، واللي يحتاجه ننطيه. إذن هذا ما يخص الهايبوفوليميك شوك. أحد عنده سؤال على الهايبوفوليميك شوك؟ إذن
The second type of shock هو cardiogenic shock. Cardiogenic shock من اسمه الكارديوجينيك شوك من اسمه يعني شوك نتيجة حالة مرضية تصيب القلب. This type of shock is due to ineffective pumping of the blood from the heart to meet the body's needs. الفينوسيتين is normal. هنا بحالة الكارديوجينيك شوك ما عندنا نقص بالفوليوم، لكن عندنا مشكلة بالبومبينج مال هارت. هذه مضخة القلب بها مشكلة ما تدفع الدم بشكل صحيح. يا حالة تصير حالة أولا extensive myocardial infarction هو احتشاء العضلة القلبية الواسع جلطة القلبية تعرفون كلكم سامعين بها myocardial infarction. السبب الثاني هو inflammation of the heart اللي يطلق عليها myocarditis. تعرفون أنتم myocardium يعني العضلة مال heart وtis هاي معناها inflammation فmyocarditis أيضا طبعا اذا العضله من القلب صابيه ما يعني التهاب راح يصير ineffective pumping يعني الدفع ماله راح يكون ضعيف. وكذلك ايضا بحالات مرضيه تخص القلب هي الاريثميا هو الاضطراب في دقات القلب اما تكيكارديا يعني نبضات تصير كلش سريعه مثلا تصل 200 300 وحالات مرضيه بالقلب تصير او بالعكس تصير كلش ضعيفه 20 25 30 هاي الحالتين اما يعني يسموها اريثميا ايضا ممكن تنتهي الحاله اذا ما عالجناها تنتهي بالكارديوجينيك شوك. التريتمنت مالها طبعا هي يتعالج بالعنايه المركزه ينطون اكسجين ينطون المريض احتمال يحتاج فنتليتر المنفسه يعني التنفس الصناعي ميكانيكي صناعي او ينطون فلويد طبعا اي في فلويد وكذلك ايضا ممكن نعطي انوتروبيك ايجنتس مثل الدوبامين. الانوتروبيك ايجنتس معناها الادويه المنشطه لحركه القلب أدوية منشطة لتقلص عضلة القلب like dopamine to improve the function of the heart. وأيضا يعطون أيضا thrombolytic and antiplatelet drugs like aspirin and so on. هاي أيضا حالة طبعا تعالج في العناية المركزة ويبقى المريض تحت المراقبة المشددة ويعطى بعض الأدوية الخاصة حسب الحالة اللي مثلا بالانفلاميشن او بالاريثميا ادوية خاصة بالاكسس مايكارديا انفاكشن ادوية خاصة لكن ان جنرال اللي يحتاجه هو اكسجين واي في فلويد وانتروبيك ايجنتس وثرومبوليتيك اند انتي بليتليت دراكس. اذا هذا النوع الثاني من الشوك. النوع الثالث اللي قلنا عليه سميناه ديستريبيوتيف شوك. ديستريبيوتيف شوك يعني الديستريبيوتيف هو توزيع يعني سوء بالتوزيع الدم داخل الجسم. هو الدم والفلويد ثابت حجمه لكن هنا اكو ابنورمال ديستريبيوشن توزيع غير عادل توزيع غير صحيح للبلد. طبعا هاي يصير في حالات مرضيه معينه راح نشرحها هسه. فهذا يطلق عليه ديستريبيوتيف شوك. الديستريبيوتيف شوك قلنا تتضمن 3 تايبس اوف شوك. قلنا تتضمن النيوروجينيك شوك والانافلاكتيك شوك والسيبتيك شوك. نبدأ بالنيوروجينيك شوك من اسمه نيوروجينيك يعني صدمة العصبية. هذه طبعا تصير بحالات خاصة انتم ما راح تشوفوها اكيد ما راح تشوفوها لكن نتطرق لها بشكل سريع. نقول النيوروجينيك شوك is a hemodynamic phenomenon that can occur within 30 minutes of spinal cord injury. كلكم تعرفون السباينال كورد. السباينال كورد انه حبل الشوكي. هذا الحبل الشوكي معرض للاصابات يعني بحاله سقوط من علو، بحادث سياره، بحاله الاصابات طلق ناري والى اخره من المشاكل الانجري تروما. اذا صاعدنا انجري للسباينال كورد النخاع الشوكي اي اصابه النخاع الشوكي بيا منطقه مو باي منطقه كان لا من الفقره الصدريه الخامسه اند ابوف يعني at the level of fifth cervical vertebrae, fourth cervical vertebrae, third cervical vertebrae, and so on above. إذا صعدنا injury بالspinal cord هنا راح ندخل بمرحلة النيوروجينيك شوك. واللي هي طبعا قد طول هذه الشوك إلى 6 أسابيع لحين ما يصير regeneration أو الوقت ماله عادة يعني لما تخف الأوديما وتخف شغلات حقيقة معقدة ما ندخل تفاصيلها لكن هي ممكن تطول 6 أسابيع. شو يصير عندنا بهاي الحالة؟
إذا صعدنا إنجري من الإسبان. رجعتوا شباب؟ نعم دكتور. دكتور بس بلا أمر عليك النيوروجينيك شوك لو تعيده بصورة سريعة لأن قطع الصوت ومطوع. ماشي ماشي بنتي ماشي. احنا طبعا ما هنكمل محاضرة كلها، هنكمل نص المحاضرة، نص الاخر ان شاء الله الاسبوع الجاي بإذن الله. حتى لا تقلقون يعني، تشوفوا اللي حدا احنا بعدنا بالسطح الرابعة. على كل اذا نرجع نقول ديسبتيف شوك، عندنا نيوروجينيك شوك. من اسم نيوروجينيك شوك يعني صدمة عصبية. نعرفها ونقول هيمو دايناميك، هيمو دايناميك فينومينون، ظاهرة متعلقة بحركة البلد. That can occur within 30 minutes، تحدث لنا خلال 30 دقيقة بعد إصابة النخاع الشوكي. النخاع الشوكي السباينال كورد، كلكم تعرفون السباينال كورد، يمتد طبعا بالسيرفاكال إلى اللمبر ريجن بالفيرتبرال كانال. هذا السباينال كورد ممكن تعرض إلى إصابات خارجية، يعني شدة خارجية مثل اشتحال السيارة، سقوط من علو وإلى آخره، أو دايركت تروما، إصابة مباشرة على النخاع الشوكي، على فقرات النخاع الشوكي. فإذا صعدنا spinal cord injury at the level of fifth cervical fifth thoracic vertebra and above، يعني من الليفل الخامس، فقرة صدرية الخامسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى وهكذا لفوق، إذا صعدنا أي إصابة في الحبل الشوكي هنا راح يصعدنا فتشوك، يطلق عليها نيوروجينيك شوك. هذه الشوك تبدي خلال 30 دقيقة من الإصابة، خلال 30 دقيقة، وقد تستمر هاي الشوك، المريض يبقى بحالة الشوك لمدة 6 أسابيع بالمستشفى، طبعا يبقى تحت المراقبة وتحت الكذا وإلى آخره. شو يصير عندنا بهاي الحالة؟ يعني إذا صعدنا إصابة بالنخاع الشوكي مثل ما ذكرنا من الليفل الخامس thoracic vertebra 5 and above، إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا massive vasodilation، يعني الأوردة والأوعية الدموية راح يصير بيها vasodilation. ليش يصير عندنا massive vasodilation؟ due to sympathetic tone interruption. انت تعرفون الجهاز السمبثاوي الباراسمبثاوي السمبثاتيك والباراسمبثاتيك، هذول اللي هم اللي تابعين للاوتونوميك نيرفس سيستم. اذا صعدنا انجري بالسباينال كورد راح يصير عندنا ايضا، راح تتاثر بالانجري السمبثاتيك تشين او سمبثاتيك فايبرز، فراح يصير عندنا سمبثاتيك تون انتربشن، راح يفقد يعني تاثير السمبثاتيك تون، يروح تاثيره على الفيزلز. تعرفون انت السمبثاتيك تون يعني او سمبثاتيك اكتيفيتي تعملنا بازو كونستريكشن، فاذا راح الايفكت مال سمبثاتيك اكشن راح يصير عندنا بازو دايليشن. فنتيجه الاصابه السباينال كورد بهالمكان هذه راح يؤدي لنا الى سمبثاتيك تون انتربشن، يروح تاثير السمبثاتيك تون، وبالتالي نتيجه هذا الشيء اللي صار راح يصير عندنا ماسيف بازو دايليشن. فإذا صعدنا ماسف بازو دايليشن، يعني الأوردة تتوسع، الأوعية الدموية تتوسع، إيش راح يصير؟ راح يصير عندنا this will lead to pooling of blood in the vessels، يعني البلد راح يركد ويجمع بالفيزلز ويضيع. يعني تعرفون أنت من تكون الأوردة متوسعة هي نورمالي، من تكون يعني حجم الدم مثلا 5 لتر، حجم الدم بالإنسان الطبيعي البالغ 5 لتر 5 لتر. فإذا الأوردة توسعت هاي الخمسة لتر راح تصير تقريبا ما يعادل 3 لتر او 4 لتر، يعني كانه فقدنا بلد، بس احنا ما فقدنا بلد، بلد موجود، لكن تراكم البلد بالاورده المتوسعه بالاوعيه المتوسعه نتيجه وجود الدم في هذه الاورده المتوسعه راح يقل الكاردياك اوتبوت، راح يقل الدم اللي يضخ من الهارت. وبالتالي اذا قل الدم اللي يضخ من الهارت، يعني اذا قل الكاردياك اوتبوت، راح ننتهي إذا ما عالجنا الموقف، راح ننتهي poor tissue perfusion، يعني الأكسجين ما حيصل للتشو، النيوتريد ما حيصل للتشو بشكل طبيعي. إذن هذا هو يطلق عليه neurogenic shock. طيب التريتد ماله شون عالج الموقف؟ طبعا أيضا كذلك حتى ما ذكرنا هاي الشغلات تعالج المستشفيات من قبل
ذوي الاختصاص بالجبهة العصبية. احنا عادة كإصابة حب الشوكي نطلع على السريع نقول نبدي عادة بالاي بي سي اللي هي اير، نشيك الاير واي، نشيك البريثينج مع المريض، نشيك السيركوليشن يعني بولس بلد بريشر والى اخره، وبعدين نبدي ننطي فلويد ريسوسيتيشن. احنا ننطي لانه هو هايبوتنشن راح يصير، تمام، البلد كله بول بالدايركت فيسلز، فلازم نعوض حجم الدم، فننطي فلويد، ننطي فلويد ريسوسيتيشن، ننطي كريستالويد خاصه طبعا، حتى يعني ننطي الكريستالويد اللي مثل ما ذكرنا هي النورمال سانوي رينجر والى اخره، حتى نوصل ضغط المريض على الاقل 85 الى 90 ملم مركري، ما يصير اقل، لازم نوصلها معدل ضغط الدم يكون لحد 85 الى 90. اذا ما وصلنا هاي النتيجه، اعطينا فلويد وما وصلنا هاي النتيجه، ما وصلنا 85 الى 90، ممكن ننطي ايضا معها بازوبريسر دراكس. بازوبريسر شنو فايزه؟ يعتبرنا بازو كونستريكشن، هذا الدايليتيشن اللي صار لازم نعالجه، نعمل بازو كونستريكشن حتى الدم هذا اللي صار بينه بولينج يرجع يفتر بالسيركوليشن ويرجع بشكل طبيعي. وطبعا البازو بريسر انكلود الادويه اللي هي بازو بريسرز اسمائها، عندنا الفينايل افرين، وعندنا الافيدرين، العفو ابينفرين اللي هو الادرينالين، هذا بازو بريسر طبعا يعمل له بازو كونستريكشن. واذا عندنا الدوبامين، وهذا طبعا دوبامين ايضا ادويه خاصه تستخدم داخل العنايه المركزه من قبل يعني الاطباء اختصاص في العنايه الحثيثه والعنايه المركزه. وطبعا اذا كان عندنا هايبوتنشن بعد الاصابات لازم ندور لاكل، عندنا اذر كوز اوف هايبوتنشن، مثلا يجوز عندنا نزف داخلي، مو بس سباينال كورد انجري، يجوز عندنا نزف داخلي ايضا لازم نعالجه. وكذلك ايضا اذا ميت كان يشتكي من برادكارديا ايضا، لانه قلنا عندنا سمباتيك تون انترابشن ممكن يصير عندنا برادكارديا، فاذا عنده برادكارديا ممكن نستخدم ايضا ادويه تنشط حركه القلب مثل اتروبين او خيلو بيس ميكر، هاي في جهاز خاص يتخلى لتنظيم دقات القلب، زياده دقات القلب، جهاز خارجي يتخلى على صدر المريض ايضا، هذه بالعنايه المركزه. وايضا ننطي استيرويد اللي هو بمثال البريدنيزولون بحاله فقط بحاله الاصابات الحبل الشوكي اللي بدون يعني بس بشده خارجيه، مع لانه هذا عاده يسبب تورم ما تورم، هذا مثال البريدنيزولون. البريدنيزولون بشكل عام الكورتيزون يقلل الوذمه، يقلل الاوديما عن الحبل الشوكي، وبالتالي بشكل يتحسن المريض بشكل تدريجي. اذا هذه نيوروجينيك شوك بشكل مبسط ذكرناه الكميه. نجي على موضوع الشوك اللي يهمكم انتم، يعني فلاكتيك شوك اللي ممكن تواجهونه بحياتكم العمليه، اللي تعرفون يعني الانفلاكتيك وتحسس صدمه تحسسيه او نتيجه حساسيه شديده. انتم تعرفون الادويه بشكل عام، معظم الادويه او كل الادويه تقريبا بها نوع من التحسس، لكن اكو نوع من الادويه اللي هي معروفه، مثلا البنسلين، مريض عنده حساسيه للبنسلين تجي تعطينه بنسلين ممكن يصير له تحسس اذا عنده حساسيه، او ممكن يكون من سوائل نعطيها عن طريق الوريد مثلا ديكستران اللي هو من نوع من الكولويد سوليوشن ايضا من التحسس، او ممكن يكون التحسس نتيجه ستينكس اللي هي لسعات من الحشرات مثل لسعه النحله او لسعه الزنبور والى اخره، هاي المواد السميه اللي موجوده بالسمالته تعمل لنا فتسفير انفلاكتيك يعني شوك. اذا نرجع نقول انفلاكتيك شوك از اكيوت لايف ثريتنينج هايبر سنسيتيفيتي رياكشن تو سم دراكس، فور اكزامبل بنسلين، which is most commonly all of you know the allergy to penicillin، وايضا ممكن متوقعنا الدكسران او stings of some insects like bee or wasp sting. هنا ايش يصير عندنا بالانفلكتيف شوك؟ ايش حيصير عندنا بالميكانيزم؟ ليش حيصير انفلكتيف شوك؟ ذا انتيجين اللي هو الدراج اللي يدخل الجسم وعنده حساسيه مريض منه، او سم مالت الحشره اللي لسعت الانسان، هذا يسمونه انتيجين. الانتيجين كومبايند وذ اي جي اي اللي هو اميونوجلوبين اي اللي موجود اون ذا ماست سيلز اند بيزوفيل، اند ذس ويل ريزلتس ان ذا ريليز اوف هيستامين.
يعني بعد ما يتحد الانتيجين مع الاي جي اي اللي موجود على الماسلز يطلع لنا اللي يسموهم انفلاماتوري ميدياترز. انفلاماتوري ميدياترز اللي هو اهم واحد بهم هو الهستامين. وانتم تذكرون حكينا حكينا على ان بالانفكشن والانفلاميشن ذكرنا الهستامين شو يسوي لنا؟ هستامين يعمل لنا سيفير او ماسيف فازو دايليشن وبنفس الوقت انكريز كابيلاري بيرميابيليتي. فإذا هنا السبب الرئيسي بالأنافلاكتيك شوك طبعا هو طبعا هذا بشكل مختصر ده نتكلم هو يساعدنا ريليز اوف هيستامين. وهذا الهيستامين اذا صار ريليز بالسيركوليشن يعمل لنا ماسيف فازو دايليشن اند انكريز كابيلاري بيرميابيليتي. طبعا اذا صار انكريز كابيلاري بيرميابيليتي معناه ايش؟ معناته معناه ان الفلويد يطلع من الانترافاسكولار للاكسترا فاسكولار تيشو اكسترا فاسكولار سبيس. طيب اذا مريض عنده حساسيه من البنسلين وانطينا فيال بنسلين احد الادويه بها بنسلين انطيناه هو عنده حساسيه ايش راح يصير عنده؟ او بمناسبه طبعا حتى ممكن انتم تنطون مريض انستيزيا لوكا انستيزيا تشلع سنه مثلا تنطي لوكا انستيزيا ممكن هذا اللوكا انستيزيا يعمل لك سنسيتيفيتي عند بعض المرضى عنده حساسيه مثلا قليل نسبتها قليله لكن ممكن تكون. طيب اذا مريض صار عنده حساسيه ايش راح يبين عليه؟ What are the clinical manifestation of anaphylactic shock؟ المريض اول ما يصير تحسس انت قدامك راح تشوفه يعني خلال دقائق تظهر عليه اعراض. اول شيء ايش يصير عنده؟ patient become anxious see anxiety ما مرتاح قلق confusion dizziness الدور دايخ tachycardia يبدي قلبه نبضات القلب تزداد tachycardia rapid pulse rate تكيبنيا يبدي يتنفس بشكل سريع وتقيس الضغط ماله يصير عنده hypotension وبنفس الوقت يصير عنده bronchospasm يعني تشنج أو تقلص أو تضيق بالقصبات الهوائية فشوف صدره يبي يوسوس ويزنج يسموه هاي الوسوسة اللي تصيب الصدر تسمع صوته حتى من يتنفس المريض يسموه ويزنج أو يصير عنده strider يعني من يجر نفس من يتنفس من حلقة شوف يطلع صوت من حنجرة مالته هاي يسمونه strider. ليش؟ لأنه يصير عنده لارينجيال أوديما يصير عنده وذمة باللارينكس بالحنجرة تتورم البطانة مات الحنجرة لأنه يصير عندنا قلنا نكريز كابيلاري بيرميابيليتي فيصير أوديما يطلع على البلود من البلود فيزلز للإكسترا فاسكولار أريا تيشيو فهاي وحدة يعني من علامات إنه يصير عندهم أوديما يسموها لارينجيال أوديما. دحك على وجهه بعد دقائق شفت عنده سويلينج أوف ذا ليبس شفايف ما بدها تتورم تباو على وجهه شو عنده فلاشينج وجهه يحمر وبعدين يبدي يحك بروريتس حك يصير عن جلده وبعدين يدحك على الجلد مالته يصير عنده فاحات طرات حمر على الجلد هاي يسموه ارتكاريا. هاي العلامات كلها طبعا ايضا يصير عنده ريسبيراتوري ديستريس انا سيركوتري فيلر ما بيعرف يتنفس نفسه يضيق تحسه كانه يقول لك كانه يعني كانه يختنق. اذا هاي كلها تصير خلال دقائق هاي اذا كان عنده مريض حساسيه. طيب ما عالجنا الموقف اذا ما عالجنا الموقف ايش راح يصير عندنا؟ راح ننتهي بشوك راح ننتهي بور تيشو برفيوجن اند اذا ما عالجنا الموقف ممكن تكون فيتال يعني لايف ثريتنينج سيتويشن. طيب مريض انطيناه الدواء وصار عنده حساسيه وصار عنده العلامات شلون عالجه؟ وات ار ذا مانجمنت وات ذا مانجمنت؟ اهم شيء بالمانجمنت هنا هو تو ستارت اذا كان قدامك المريض صار عنده هاي المشكله لازم ننطيه ادرينالين ادمنستريشن اوف ابينفرين اللي هو ادرينالين. هنا الدوز كلش مهمه تحفظوها الدوز 0.3 to 0.5 ملي جرام 13 الى 15 ملي جرام اي في اور سبكوتانس. يفضل انت تعطي طبعا حسب الشده مالته اذا كان سيفير انفلاكسس تنعطي بالوريد يكون افضل لان تنطيك دراماتيك ريسبونس تنطيك استجابه سريعه جدا وخلص المريض من حاله من حاله خطره الى حاله مستقره. ممكن نستخدم ايضا يوز 0.3 to 0.5 ميل يعني شلون ننطيها لاي؟ ننطيها اما يعني 0.3 الى 0.5 ميل اوف 1 in 1000 ديليوشن اوف ادرينالين يعني مخفف واحد بالالف وننطي منه
يعني واحد أدينالين بالألف diluted water أو dilution solution solvent solution وننطي منه 0.3 إلى 0.5 مل subcutaneous أو إذا أردنا ننطي عن طريق الوريد لازم نقلل من التركيز أو زيد من التركيز العفو يعني قصدي نخفف أكثر شون ننطي 3 to 5 مل of 1 in 10,000 dilution IV نعم 1 in 10,000 dilution IV بينما subcutaneous لا 0.3.5 of 1 per 1000 dilution subcutaneous هاي جرعة مهمة تحفظوها الـ second point بالمانجمنت place the patient in supine position with legs elevated تخليه بالسوبين position ونرفع رجليه إلى الأعلى وكذلك أيضا ننطي أكسجين نخلي ماسك يسحب أكسجين وننطي فلويد لأنه تعرفون صار عندنا increase permeability of vasodilation بس هي hypotension فننطي intravenous fluids اللي هي crystalloids مثل normal saline أو Ringer solution وكذلك أيضا ننطي antihistamine عندنا H1 blockers وعندنا H2 blockers H1 blockers مثال عليها هو دالفينال هيدرامين ننطي طبعا اي في 25 الى 50 ملي جرام اي في او ننطي H2 blockers اللي هي رانيتيدين 50 ملي جرام اي في طبعا رانيتيدين ايضا موجود هو هذا التابلت عشان التابلت ايضا اذا بقى عند بعض الاعراض بعض منطقة هاي ممكن نحوله على تابلت او ممكن ننطي بتحسس البسيط رانيتيدين كنتم تعرفون رانيتيدين سامعين به والنقطة الأخرى ممكن أيضا ننطي كورتيكوستيرويد كورتيكوستيرويد هو أنتي إنفلاماتوري يعني العفو سوري يعني يعملنا يقلل لنا البرميابيليتي يقلل لنا الأوديما اللي يصير يقلل لنا البرونكوسبازم ويقلل لنا اللارنجيال أوديما والسويلينج اللي موجود ميوكوزا مال البرونكاي وبالتالي يحسن لنا التنفس مال المريض إذا هاي المانجمنت مال أنافلاكتيك شوك لازم كنتوا تحفظوها ننطي أدرينالين بالجرعة اللي ذكرناها ونخلي patient بالسباين بوزيشن ونعمل إديشن الليكس حتى يرفع الضغط مالته وننطي أكسجين وننطي فلويد لكريستالويد طبعا سوليوشن وننطي أنتي هستامين أند كورتيكوستيرويدز واضح شباب لحد هنا؟ نعم دكتور واضح إذا نكتفي بالمحاضرة لحد هنا وإن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نكمل لكم النصف الآخر من المحاضرة اللي هو جدا مهم طبعاً السيبتك شوك وبقية أنواع الشوك إذا عند أحد أي سؤال أي استفسار عندنا مجال منا بضع دقائق اسألوا ما يخص المحاضرة ما يخص أي شيء يخص مادتكم الجراحة العامة وليد أزهر موجود وليد أزهر وليد نعم دكتور موجود نعم شلونك وليد الحمد لله دكتور بخير شلونك انت الله يحفظك اخبارك مع المواد السنه يعني ان شاء الله احسن مسيطر اكثر لا دكتور ان شاء الله دكتور الحمد لله عافيه عافيه وليد عافيه عافيه الله يحفظك ويبارك فيك مصطفى محمد موجود إيه نعم دكتور موجود مصطفى شلونك الحمد لله بخير شلونك دكتور الله يحفظك ويبارك فيكم قال لي خلصت امتحاناتك الله يحفظك خلصت امتحاناتك مصطفى لو بعد دكتور لا باقي لنا امتحانين امتحان غدا الاربعاء العفو اللي هو الفارما امتحان الخميس للمايكروبيولوجي وش انا اجاوبون ان شاء الله مليح غير ان شاء الله كنتكم تجاوبون مليح ان شاء الله تخلص الحمد لله نجاوب والله كله تطلع اخطاء بس عموما يعني اسئله مليحه اي عافيه يلا ما تنتهي كلها تصير سوالف ان شاء الله شو ما شفت نفسك الا صف رابع وما شفت نفسك الا صف خامس وتقوم تدولك على القاعه مال احتفال مال التخرج ها
شو تقولين شهد شهد ايش تقول شهد بلي دكتور بلي ما من الساعة من الساعة فكروا بيها شو عشان جماعتنا الساعة يحضون الملابس ما التخرج وكذا والله مثل ما أقول لكم يا جماعة والله خلال هسه شوفون غمض فتح ذكروا كلامي ما شوف نفسك ولا خلصتوا أنت مقروء بشكل يومي تابعوا بشكل يومي كونوا جديين خلوا ببالكم دائما 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 أنتوا راح تصيرون أطباء راح تصيرون أطباء أسنان تعرفون شو طيب أسنان يعني طبيب 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 شو طبيب مو شوية فتهتمون بالدراسة مالكم تهتمون بالحضور تهتمون بكل شيء بدعكم نفسكم هالسنتين هاي الجايات حتى إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفقكم وتأخذون درجات عالية وتأخذون علم كثير وتستفادون بيهم بحياتكم العملية إن شاء الله. مرحبا دكتور شلونك؟ هلا عيني هلا بيك يا مرحبا يا هلا منو؟ دكتور مهند. أي مهند وينك قبل شوي سألت عنك ما موجود ليش؟ موجود معك دكتور. يلا قول مهند. اتصل ورجع على الإنترنت دكتور من عتقول إنه صار مثلا شخص عنده نزف وفقد دم كثير. قلنا إنه ننطينه دم 1 بوينت 2 بوينت زين دكتور أنا شلون أحدد إيش قد فقد دم وإيش شلون أعرف إنه يحتاج 2 بوينت أو 3 يعني تمام. أشون راح أعرف أنطينه هاي الكمية؟ سؤال جيد طبعاً سؤال جيد. أولاً إحنا يعني ما عندنا قياس 100% هاي واحدة. شيء ثاني القياس مالنا أنت راح تبلش معاه هو عنده فقد دم تمام هو اتفقنا هو اللي قدام هو السبب هو فقدان دم صح ولا لا؟ صح. راح نخلي كاي لا نحضر له دم وراح نخلي الدم. عندنا هنا تعتمد بقى الطبيب راح يبدي راقب العلامات اللي نعرف من خلالها أخذ الكمية الكافية من الدم أم لا. شون أولا نخلي عنده الفولي كاتيتر هذا بلي الصوندة مال الإدرار ونعرف اليورين أوتبوت ماله. إذا اليورين أوتبوت الإدرار ماله طلع ضمن الطبيعي يعني 50 مل بر أور 50 سي سي بر أور إحنا تقريبا المريض أخذ كفايته من البلد. هاي واحدة. شيء ثاني عندنا المونيتر آخر اللي هو النبض قياس النبض وقياس الضغط. إذا بدأ الضغط ماله يصعد وعبر الطبيعي يعني وصل الطبيعي مثلا 12 على 8 زين 11 على 7 وصلنا زين والنبض ماله بدأ ينزل بعد ما كان تاكيكارديا كان سريع بدأ ينزل يصير 70 و75 واليورين أوتبوت ماله صار مليح زين والبيشنت وعي مالته صح صح لونه بدأ يرجع طبيعي كل هاي الأمور هاي تقاس وتحتسب وعندنا تشارت يسمونه متابعة وطبعا حتى إذا ما كان إذا مكانات متطورة مثلا بأجهزة هاي قياسات الأجهزة تقيسها تربط الأجهزة على المريض على إيده جهاز ضغط على عضه وكل شوية حتى النفس ماله ينضبط حتى الأكسجين داخل الجسم ينضبط كل هاي أكو أجهزة يسمونه مونيتر يعني مراقب جهاز خاص هو يعطينا الكمية اللي يحتاجها. طبعا اذا كان عندنا زياده طعين كثير بلد يظهر عندنا علامات مثل مريض يبدي يصير عنده ماء في صدره هاي نكتشف احنا اطباء خلي يسموها عصب الماله اي يسموها بالمونري ادي. عليكم السلام. وعليكم السلام. واضح مهند؟ تمام شكرا دكتور. هلا ابني هلا. احد عنده سؤال بعد؟ إذا نكتفي في المحاضرة مالنا وإن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله راح نعطيكم الجزء الثاني من المحاضرة مال سيبتك شوك مال شوك والأسبوع اللي بعده اللي بعد العيد يمكن يصادف راح أتكم محاضرة نطينا كمية نزلناها عن من الصف بس ما شرحناها النيك ليجنز راح نعطيكم النيك ليجنز ورا ما نكمل محاضرة الشوك ماشي شباب؟ إن شاء الله دكتور. يا الله يلا نشوفكم بخير إن شاء الله في أمان الله والله وفقكم إن شاء الله جميعاً.